بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله. الدرس 93. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحلف هو تأكيد الشيء بذكر معظم، ولا يجوز الحلف بغير الله عز وجل، لأن الذي يستحق التعظيم على الجميع هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. شك الراوي هل قال كفر أو قال أشرك، وكلا الأمرين خطير، الكفر والشرك، لكنه كفر أصغر وشرك أصغر لا يخرج من الملة، فلا يقال لمن حلف بغير الله إنك قد كفرت خرجت من الملة أو أشركت، وإنما هذا شرك أصغر أو كفر أصغر، ولكنه خطير لا يتساهل فيه. فالشرك الأصغر يجر إلى الشرك الأكبر إذا تساهل الإنسان فيه، تهاون به. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم فقد كفر أو أشرك، يحتمل أن يكون شكا من الراوي، ويحتمل أن تكون أو بمعنى الواو، فيكون قد كفر أو أشرك، فيكون قد كفر وأشرك، ويكون من الكفر الذي هو دون الكفر الأكبر كما هو من الشرك الأصغر. نعم. وورد مثل هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه بهذا اللفظ. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. ابن مسعود الصحابي الجليل، مسعود الهذلي، صحابي جليل من أكابر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لأن الكذب وإن كان محرما فهو أخف من الشرك وأخف من الكفر، فكونه يرتكب الأخف ولا يدخل في الحرام أحب إليه من أن يحلف بغير الله. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. من حلف بغير الله صادقا فقد كفر أو أشرك كما في الحديث، وإن كان صادقا، أنه لا يجوز، لأنه لا يجوز أن يحلف إلا بالله. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الشارح: ومن المعلوم
أن الحلف بالله كاذبا من الكبائر، لكن الشرك أكبر من الكبائر وإن كان أصغر كما تقدم بيان ذلك. نعم، فلا يتساهل الحلف بغير الله ويقال إنه كفر أصغر أو شرك أصغر. فالشرك والكفر وإن كان أصغر فإنه خطير جدا، كيف بالكفر الأكبر والعياذ بالله. نعم، فإذا كان هذا حال الشرك الأصغر فكيف بالشرك الأكبر الموجب للخلود في النار؟ إذا كان الشرك الأصغر وهو الحلف بغير الله كفرا أو شركا مع أنه أصغر، فكيف بالشرك الأكبر والعياذ بالله. نعم، فكيف بالشرك الأكبر الموجب للخلود في النار كدعوة غير نعم المشرك مشرك بالله الشرك الأكبر خلد في النار إذا مات عليه ولم يتب فإنه يخلد في النار ولا مطمع له في دخول الجنة، فلا يتساهل بهذا الأمر. نعم، فكيف بالشرك الأكبر الموجب للخلود في النار كدعوة غير الله والاستغاثة به والرغبة إليه؟ يعني صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله، هذا هو الشرك الأكبر، صرف شيء من العبادة لغير الله هذا هو الشرك الأكبر، كأن ينذر لغير الله، ينذر للقبور والأضرحة، فهذا شرك أكبر محرم أشد التحريم، على المسلم أن يتذكر هذا وأن يمنع لسانه وقلبه من أن يتهاون بهذا الأمر. نعم، كدعوة غير الله والاستغاثة الشرك الأكبر كدعاء غير الله، أن يدعو غير الله من الأضرحة أو من الأولياء والصالحين أو من الأصنام والأحجار والأشجار، هذا شرك أكبر. دعاء إذا دعا غير الله فقد أشرك الشرك الأكبر، أو نذر لغير الله أو ذبح لغير الله أو صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك الشرك الأكبر، مخرج من الملة. وإذا مات عليه ولم يتب فهو خالد مخلد في النار. نعم، كدعوة غير الله والاستغاثة به، والاستغاثة بغير الله طلب الغوث، طلب الغوث من غير الله، لأنه لا يغيث من الشدائد إلا الله سبحانه وتعالى. نعم، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله، هذه الأمور لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. نعم، والاستغاثة به والرغبة، والاستغاثة طلب الغوث، والاستغاثة أعظم من الاستعانة. الاستعانة يجوز للمخلوق أن يستعين بغير الله، أن يستعين بالمخلوق، تعاونوا على البر والتقوى، أن يستعين بالمخلوق فيما يقدر عليه ذلك المخلوق لا بأس، تعاونوا على البر والتقوى، فتعاون. وأما الاستغاثة فهي طلب الغوث من الله أكبر من الاستعانة، الاستغاثة أكبر من الاستعانة، فلا تجوز إلا بالله سبحانه وتعالى، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، ولا ينجي من الشدائد والكروبات إلا الله سبحانه وتعالى. نعم، والرغبة إليه، الرغبة إليه يعني الطمع فيما عنده. نعم،
كدعوة غير الله والاستغاثة به والرغبة إليه وإنزال حوائجه به. إنزال حوائجه بالله سبحانه وتعالى بأن يطلبها من الله جل وعلا وحده لا شريك له، ولا يطلبها من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. نعم. كما هو حال الأكثر من هذه الأمة في هذه الأزمان وما قبلها من تعظيم القبور. نعم، كحال الأكثر من هذه الأمة، هذا في وقت المؤلف الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، وكل ما تأخر الزمان يشتد الأمر ويكثر الجهل. نعم. من تعظيم القبور واتخاذها أوثانا. تعظيم القبور، الموتى، الاستغاثة بالموتى والاستعانة بالموتى، أصحاب القبور، كما عليه حال كثير من المشركين من هذه الأمة الذين يبنون الأضرحة على القبور ويعكفون عندها ويدعون، وهم يدعون الإسلام، صرفوا أنواعا من العبادة لغير الله وهي القبور أو الموتى، هذا شرك أكبر يخرج من الملة. يقولون إن هؤلاء رجال صالحون ونحن مذنبون ونرجو منهم أن يتوسطوا لنا عند الله، هكذا يقولون. الله جل وعلا أمر بدعائه وحده، وأن من وقع في الشدة أو في الكربة فإنه يتوجه إلى الله بدعائه واستعانته واستغاثته، ولا ينصرف إلى الأضرحة والقبور كما عليه كثير ممن يدعون الإسلام، يبنون الأضرحة على القبور ويجعلون لها السدنة وينذرون لها النذور بحجة أنها أو يريدون أنها تشفع لهم عند الله سبحانه، كما قال جل وعلا: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يقولون نعرف أنهم عاجزون لا يقدرون على كشف الكربة وكشف الغم، ولكن نريد منهم أن يشفعوا لنا عند الله، أن يكشف كربتنا ويقضي حاجتنا. لماذا لا تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى مباشرة وتدعو الله؟ الله يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، هو الذي بيده الأمر، ولم يأمرنا أن نتخذ بيننا وبينه وسائط، بل أمرنا بدعائه مباشرة والرغبة إليه مباشرة، وهو قريب مجيب يسمع ويرى ويقدر سبحانه وتعالى. توجه إلى ربك ولا تتجه إلى أو تتوجه إلى مخلوق ضعيف ميت، هو ميت وأنت حي، أنت أقدر منه، فكيف انطمست القلوب إلى الحد هذا وبنيت الأضرحة على القبور وصرفت لها الأموال التي يأكلها المشركون؟ الأموال هذه من يأكلها؟ يأكلها المشركون والسدنة عند القبور والذين بنوا هذه الأضرحة، نسأل الله العافية. نعم. من تعظيم القبور واتخاذها أوثانا والبناء عليها، قال صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. دعا ربه سبحانه لا يجعل قبره قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وثنا يعبد، كما حصل في الأمم السابقة. قال ابن القيم رحمه الله: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران على قبره صلى الله عليه وسلم، فقبره
بين جدران في غرفة في حجرة، وهذه الجدران على شكل مثلث من الجهة الشمالية مثلث، فإذا وقف الواقف شمالي القبر فإنه يكون أمامه الجدار وليس أمامه قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله أحاطه بثلاثة الجدران كما قال ابن القيم، فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. نعم. واتخاذها أوثانا والبناء عليها. نعم. واتخاذها مساجد وبناء المشاهد باسم الميت لعبادة من بنيت باسمه وتعظيمه والإقبال عليه بالقلوب والأقوال والأعمال. نعم، يقفون عندها وينذرون لها ويذبحون لها بحجة أنها تشفع لهم عند الله. ولماذا لا تدعون الله وتنذرون لله سبحانه وتعالى، تتجهون إليه تدعون الله؟ الله قريب مجيب، يسمع ويرى سبحانه وتعالى، ليس بحاجة إلى من يبلغه حوائج عباده كما تقولون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أمرنا أن ندعوه مباشرة ولا نتجه إلى غيره بدعائنا أو أن ننذر لغيره لأجل يشفع لنا عند الله أو ما أشبه ذلك. هذه الأضرحة التي أهلكت كثيرا من الأمة بسبب الجهل وبسبب الدعوات المضللة، الذي يصرف للبدوي في مصر والذين يدعون عنده ويقيمون الأيام والليالي عاكفين عنده لا يحصون عددا والعياذ بالله. قبر البدوي، وما هو البدوي؟ البدوي رجل من أهل مكة ذهب إلى مصر، ويقولون أو يروون عنه أنه بال في المسجد، أنه بال في المسجد ولم ينله مكروه ولا سوء بسبب ما فعل. قالوا فهذا دليل على أنه ولي من أولياء الله، لكيف يبول في المسجد ولا يصاب؟ هذا ولي من أولياء الله يفعل ما يشاء، لأنه خرج من العهدة صار ولي من أولياء الله، تعالى الله عما يقولون، يفعل ما يشاء، ولا عليه حلال ولا عليه حرام، هكذا يقولون لأنه ولي من أولياء الله، تعالى الله عما يقولون. الله جل وعلا يقول إن أولياؤه إلا المتقون، إن أولياؤه يعني إن هذه نافية، يعني ما أولياء الله إلا المتقون، إلا المتقون الذين يفعلون ما أمر الله به ويتركون ما نهى الله عنه ويدعون إلى الله على بصيرة، هؤلاء هم المتقون، ما هم أولياؤه الفسقة والذين يبولون في المسجد وما أشبه ذلك من الطوام التي يفعلونها، يقولون ما جاءه خلاف، هذا دليل على أنه ولي، تعالى الله عما يقولون. الله يمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى، يستدرج الناس، هذا من الاستدراج، أنه بال في المسجد ولا أصابه شيء، استدراج هذا، نسأل الله العافية. ذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. نعم. وقد عظمت البلوى بهذا الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله. يقول الشيخ رحمه الله وقد عظمت البلوى في، يعني في زمانه، بهذا الشرك الأكبر. وقد عظمت البلوى بهذا الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله. الذي لا يغفره الله، قال الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. فالشرك لا يغفر، الشرك الأكبر لا يغفر،
إلا بالتوبة. ومن مات عليه فهو خالد مخلد في النار. كيف يقال إنه ولي؟ نعم. وتركوا ما دل عليه القرآن العظيم من النهي عن هذا الشرك وما يوصل إليه. تركوا ما دل عليه القرآن من النهي عن الشرك وعن الكفر وعن وسائل الشرك ووسائل الكفر، وذهبوا إلى الحكايات التي تحكى من الجهلة أن فلانا له كرامات وأن فلانا يفعل كذا وكذا من الأموات وأنه وأنه، أضلوا الناس بهذا واستدروهم أن يأتوا بالنذور، يأتوا بالنذور والصدقات إلى هذا الضريح ويسلمونها للسادن والسدنة، وهؤلاء السدنة يأكلونها، يستغلون هذه القبور، اعتبروها مصايد ومحلات للارتزاق بها والعياذ بالله. نعوذ بالله منهم ومن أفعالهم، ونعوذ بالله من كسبهم وما يأكلون، نسأل الله العافية. نعم. قال الله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا، كذب على الله. فهؤلاء الذين يقولون، هؤلاء من أولياء الله، فنجعلهم وسائط بيننا وبين الله، نحن مذنبون وهؤلاء أولياء يشفعون لنا عند الله. الله أمرك أن تستغفر وأن تتوب إليه مباشرة وأن ترفع يديك إليه، وهو يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. لا تغفل عن الله وتروح لمخلوق مثلك أو أقل منك حجة أنه ولي. الله جل وعلا يقول: إن أولياؤه إلا المتقون. كيف يكون ولي هذا وهو يرضى بهذا الشيء؟ هذا ما هو ولي، هذا من أولياء الشيطان، وسدنته من أولياء الشيطان، نسأل الله العافية. هكذا أضلوا الناس بهذه الدعايات الكاذبة، وأكلوا أموال الناس بالباطل، وصرفوهم عن دعاء الله وعبادة الله إلى عبادة هؤلاء الأموات بحجة أنهم رجال صالحون وأنهم يشفعون لهم عند الله سبحانه وتعالى، ويدعون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ولا تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. الله جل وعلا يعلم كل شيء ويقدر على كل شيء ويجيب المضطر إذا دعاه، وعنده حوائج العباد كلهم. لو أن أولكم وآخركم، كما في الحديث القدسي، لو أن أولكم وآخركم قاموا في صعيد واحد فسألوني أعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. هذا الرب الكريم سبحانه وتعالى الذي يجب أن تتجه إليه، تدعوه، تدعوه و تستغفره، تتوب إليه، تعبده حق عبادته، ولا تلتفت إلى هذه المخاريق الباطلة وهذه الحكايات الفاسدة تجعلها حجج. تترك القرآن، تترك السنة، تحتج بهذه الروايات الكاذبة: فلان فعل كذا وحصل له كذا، فلان دعا عند القبر وحصل له كذا، هذا كله من الباطل، كل من الباطل والبهتان العياذ بالله. نعم. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. هذه البلاد، هذه البلاد كانت كذلك، كانت فيها قبور وفيها أشجار وأحجار تعبد من دون الله، حتى جاء الله بالشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فمن الله عليه بالعلم الغزير النافع، فدعا إلى الله على بصيرة وهدم ما كان في بلاد نجد من الأضرحة ومن
هدمها ما هو هدمه بنفسه، هدمها بواسطة الحكام الذين ناصروه وأيدوه، فطهر الله هذه البلاد ولله الحمد، وإلا كانت مثل غيرها من البلاد الأخرى لولا أن الله بعث هذا الداعية المخلص فيها، فنفع الله بدعوته وأيده ولاة الأمور، ناصروه من آل سعود حفظهم الله حتى استنارت هذه البلاد، ولا تجد فيها ضريحا يعبد من دون الله، لا تجد فيها قبرا، لا تجد فيها سدنة، كل طهرها الله سبحانه وتعالى بهذه الدعوة المباركة. نعم. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم. افترى على الله كذبا، يعني يقول إن الله يقول كذا ويأمر بكذا، وحكايات باطلة، أو كذب بآياته القرآنية وآياته الكونية التي تدل على وحدانيته وتنهى عن الشرك، انصرف عن آيات الله وإلى الحكايات والمخاريق الباطلة الشيطانية، واتخذها حججا بدل القرآن والعياذ بالله. نعم. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا يعني غابوا، ضلوا عنا يعني غابوا عنا، هم ما دروا عن عبادتكم لهم ولا دروا عن دعائكم لهم، ما دروا عن هذا، أموات غير أحياء. نعم. قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. اي نعم، العاقبة أنهم يشهدون، يقولون والله إنا ضللنا الطريق، لكن ما ينفعهم حين ذاك إذا عرفوا أنهم أخطأوا وأنهم ضلوا الطريق، وأنهم ما ينفعهم هذا، بل يصيبهم حسرة تحسر هذا. نعم. كفرهم تعالى بدعوتهم من كانوا يدعونه من دونه في الدار الدنيا. نعم. وقال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأن المساجد لله، مساجد بيوت الله عز وجل، وقيل المراد بالمساجد الأعضاء السبعة التي يسجد عليها الإنسان حال سجوده، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، كائنا من كان، أحدا نكرة في سياق النهي تعم كل أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا صالح من الصالحين، أي أحد لا يدعى مع الله سبحانه وتعالى. نعم. وقال تعالى قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قل نعم إني قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، لما راح ذهب إلى الطائف يدعوهم إلى الله وسبوه ورموه بالحجارة وأدموا عقبه عليه الصلاة والسلام، جاء راجعا إلى مكة، أدركته الصلاة وهو في وادي نخلة بين مكة والطائف، فصلى في وادي نخلة وتلى القرآن، فلما سمعت الجن القرآن الذي يتلوه التفوا عليه. شوف، لما إن الإنس نبذوه جاء الله بالجن، التفوا عليه وسمعوا قراءته. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، إلى آخر السورة، سورة قل أوحي
قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، هذه نزلت عليه في وادي نخلة بين مكة والطائف. نعم. وقال تعالى: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. يقول قل إني، قل لهم جميع الخلق، لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، وإنما يملك أن يدعوهم إلى الله سبحانه الذي يملك الضر ويملك الرشد، هذا الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وهؤلاء المشركون عكسوا الأمر فخالفوا ما بلغ به الأمة، عكسوا الأمر فخالفوا ما بلغ به الرسول صلى الله عليه وسلم أمته. نعم. فخالفوا ما بلغ به الأمة وأخبر به عن نفسه صلى الله عليه وسلم، فعاملوه بما نهاهم عنه من الشرك بالله والتعلق على غير الله، حتى قال قائلهم: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم. هذا البوصيري في البردة اللي يقرؤونها الآن في الموالد ويعتنون بها أكثر مما يعتنون بالقرآن، البردة والعياذ بالله، وهي فيها الشرك الأكبر ودعاء غير الله عز وجل. نعم. فإن من جودك الدنيا وضرتها. شوف، فإن من جودك الدنيا وضرتها، الدنيا والآخرة كلها بيد الرسول صلى الله عليه وسلم، هل بعد هذا الغلو؟ غلو، نسأل الله العافية. ومن علومك علم اللوح والقلم، من علومه، بعض علومه ما كتبه الله في اللوح المحفوظ، هذا بعض علم الرسول صلى الله عليه وسلم. شوف الغلو والعياذ بالله وين وداهم. نعم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. نعم. فانظر إلى هذا الجهل العظيم حيث اعتقد أنه لا نجاة له إلا بعياذه ولياذه بغير الله. وهذه البردة يرددونها الآن ويعتنون بها ويطبعونها الطباعة الفاخرة، وهي شرك أكبر وكفر أكبر والعياذ بالله. نعم. وانظر إلى هذا الإطراء العظيم الذي تجاوز الحد في الإطراء، الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، رواه مالك وغيره. والإطراء هو المبالغة في المدح، بالغوا في المدح حتى جعلوا الدنيا والآخرة من بعض ما يملكه الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن ماذا بقي لله عز وجل؟ تعالى الله. نعم. وقد قال تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. أمره الله جل وعلا أن يصرح لأمته بهذا التصريح. نعم. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله. قل لقومك: لا أقول لكم عندي خزائن الله التي منها ينفق على عباده ويرزقهم ويعطيهم، هذه ليست عند الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه بيد الله. نعم. قل لا ولا أعلم الغيب، الرسول ما يعلم الغيب إلا ما علمه الله، قال الله جل وعلا: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من الرسول، يطلعه على ما شاء الله من الغيب لأجل الدعوة إلى الله عز وجل. نعم. قل إنما الغيب لله. نعم. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، يعني من الملائكة، وليس من الملائكة وإنما هو من بني آدم. نعم. فانظر إلى هذه المعارضة العظيمة للكتاب والسنة والمحادة لله ورسوله، يعني في قوله: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، هل بعد هذا الغلو؟ غلو والعياذ بالله. نعم. فانظر إلى هذه المعارضة العظيمة للكتاب والسنة والمحادة لله ورسوله، وهذا الذي يقوله هذا الشاعر
هو الذي في نفوس كثير. وهذا الذي يقوله هذا الشاعر يعني البوصيري. نعم. وهذا الذي يقوله هذا الشاعر هو الذي في نفوس كثير خصوصا ممن يدعي العلم والمعرفة. نعم. أو قراءة هذه المنظومة من علماء الضلال، ممن يدعي العلم والمعرفة وهو من علماء الضلال. نعم. ورأوا قراءة هذه المنظومة البردة. نعم. ورأوا قراءة هذه المنظومة ونحوها ونحوها لذلك وتعظيمها من القربات، تقربون بقراءتها إلى الله، وفيها الشرك الأكبر والعياذ بالله، تقربون إلى الله بالشرك الأكبر وهو دعاء غير الله وادعاء أن الرسول يملك الدنيا والآخرة، فإن من جودك الدنيا وضرتها يعني الآخرة، ومن علومك يعني من بعض علمك علم اللوح والقلم، نسأل الله العافية، اللوح المحفوظ والقلم الذي كتب الله به مقادير الأشياء، هل بعد هذا الغلو؟ غلو والعياذ بالله. نعم. فإنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. هذا التوجيه النبوي، لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان بالواو، لأن الواو تقتضي التشريك والمساواة، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، لأن ثم للترتيب والواو للجمع، وبينهما فرق عظيم. نعم. قال الشارح رحمه الله: وذلك لأن المعطوف بالواو يكون مساويا للمعطوف عليه، لكونها إنما وضعت لمطلق الجمع فلا تقتضي ترتيبا ولا تعقيبا. الواو يعني العطف بالواو. نعم. وتسوية المخلوق بالخالق شرك، إن كان في الأصغر مثل هذا فهو أصغر، وإن كان في الأكبر فهو أكبر، كما قال تعالى عنهم في الدار الآخرة تلك كما قال تعالى عنهم في الدار الآخرة: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. إذا اجتمع أهل النار مع من كانوا يعبدونهم من دون الله، ومع الأحجار والأصنام، لأن الأحجار والأصنام التي يعبدونها تكون معهم في النار، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لما سمعوا المعارضون والكفار هذه الآية قالوا: إذن حنا نعبد المسيح عيسى بن مريم، إذن هو يصير معنا في النار. فقال تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في مشهد أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. هؤلاء الذين لم يرضوا أن يدعوا من دون الله بل نهوا عن ذلك، ولكن لما ماتوا دعوهم من دون الله كما فعلوا مع المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، فهم يتبرؤون منهم يوم القيامة: تبرأنا إليك، يقولون تبرأنا إليك، ما كانوا إيانا يعبدون بل كانوا يعبدون الجن يعني الشياطين. نعم. بخلاف المعطوف بثم. نعم. يقول يعني الفرق هم كلاهما عاطف، ثم والواو، لكن الواو تقتضي الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه والمساواة، أما ثم فتقتضي الترتيب. العبد له مشيئة والله له مشيئة، ولكن لا تقرن تقول ما شاء الله وشئت، فتجعل مشيئة الله مشيئة العبد مساوية لمشيئة الله، بل تقول ما شاء الله ثم شئت. لما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت،
قال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. نعم. بخلاف المعطوف بثم، فإن المعطوف بها يكون متراخيا عن المعطوف عليه بمهلة. نعم. فلا محذور لكونه صار تابعا. المعطوف بثم يكون تابع للمعطوف عليه، وأما المعطوف بالواو فيكون المعطوف شريكا للمعطوف عليه، شريك. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا يقول لولا الله وفلان. نعم. قال الشارح رحمه الله: قد تقدم الفرق بين ما يجوز وبين ما لا يجوز من ذلك، وهذا إنما هو في الحي الحاضر الذي له قدرة وسبب في الشيء، وهو الذي يجري في حقه مثل ذلك. وأما في حق الأموات الذين لا إحساس لهم بمن يدعوهم، ولا قدرة لهم على نفع ولا ضر، ولا يقال في حقهم شيء من ذلك، فلا يجوز التعلق عليه بشيء ما بوجه من الوجوه. والقرآن يبين ذلك وينادي بأنه يجعلهم آلهة إذا سئلوا شيئا من ذلك، أو رغب إليهم أحد بقوله أو عمله الباطن أو الظاهر. فمن تدبر القرآن ورزق فهمه صار على بصيرة من دينه، وبالله التوفيق. نعم. من تدبر القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. تدبر القرآن إن رمت الهدى، يقول ابن القيم، تدبر القرآن إن رمت الهدى، فالهدي تحت تدبر القرآن. نعم. والعلم لا يؤخذ قسرا، وإنما يؤخذ بأسباب ذكر بعضها في قوله: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان. ما ينال العلم إلا بهذه الأمور. نعم. وأعظم من هذه الستة من رزقه الله تعالى الفهم والحفظ وأتعب نفسه في تحصيله، فهو الموفق. الله جل وعلا يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يسره الله جل وعلا لمن يريد الحق، سيجده في القرآن والسنة واضحا. لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. حث، هذا حث على التذكر. نعم. فهو الموفق لمن شاء من عباده، كما قال تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. يقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: وعلمك ما لم تكن تعلم. ما كان الرسول يعلم هذه إلا من الله جل وعلا لما علمه الله. نعم. ولقد أحسن العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى حيث قال: والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع، والحق ذو تبيان: علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للرحمن، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني. والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالقرآن، والله ما قال امرؤ متحذلق بسواهما إلا من الهذيان. من ترك القرآن والسنة وذهب إلى الحكايات وأقوال الناس ما عنده إلا هذيان، ما عنده علم. العلم في الكتاب والسنة، العلم في الكتاب والسنة، في الوحي المنزل من الله جل وعلا، هذا هو العلم. تدبر القرآن إن رمت الهدى، فالهدي تحت تدبر القرآن.
ما في طريق غير هذا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. يكفي، نقف عند هذا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل الشرك الأصغر أعظم من الكبائر؟ نعم، الشرك الأصغر أعظم من الكبائر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل الاستغاثة خاصة بالله، فلا يجوز الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه؟ يجوز الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه. قال تعالى: استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. القبطي استغاث بموسى عليه السلام من شيعته، يعني من بني إسرائيل، على الذي من عدوه وهو القبطي من قوم فرعون، فوكزه موسى، يعني لطمه لطمة واحدة فقضى عليه، لأن الله أعطى موسى قوة عظيمة. وكز هذا الرجل من القبط فمات بوكزته إياه. ثم إن موسى ندم عليه السلام، قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: قال: بما أنعمت علي، لما تاب الله عليه قال موسى: رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: إذا وقف رجل عند القبر وقال يقول إذا وقف رجل عند القبر وسأل صاحبه وقال: يا فلان، إن كنت من أهل الجنة فادع الله لنا، فما حكم فعله؟ ادعو لك وهو ميت، ادع الله، أنت ادع الله. أما الميت لا تطلب منه شيء، لا دعاء ولا غيره، لا يقدر على شيء، ولا الدعاء ولا غيره. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل الحلف بغير الله فيه تفصيل، فنقول إذا كان الحلف مع تعظيم المحلوف به يكون من الكفر أو الشرك؟ إذا كان يعظم المحلوف به كما يعظم الله فهو كفر، وإن كان لا يعظم المخلوق كما يعظم الله فليس بكفر أكبر، ولكنه كفر أصغر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجوز الصلاة في مسجد في آخره قبر أو في ساحاته قبر؟ إذا كان المسجد مبنيا على قبر في أي جانب من جوانبه، ما في فاصل بين القبر وبين المسجد، فلا تصلي في هذا المسجد. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجوز دعاء الله فيقول: يا رب العالمين، ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العميم؟ هل هذا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تقوله؟ ادعو الله بما أمرك به. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم الحلف مع وضع اليد على المصحف؟ لا أصل لهذا، لا أصل لهذا، إن الحالف يضع يده على المصحف، هذا من فعل الجهلة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: كيف نرد على الصوفية الذين يستشهدون بقبر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه مقبور داخل مسجده؟ ما هو داخل مسجده، مقبور في حجرته صلى الله عليه وسلم. كانت الحجرات خارج المسجد، كانت الحجرات النبوية، حجرات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، خارج المسجد. لكن لما جدد بناء المسجد، وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله أميرا على المدينة، أمره الحاكم أن يدخل الحجرات في المسجد، فأدخلها في عهد عمر بن عبد العزيز، لأنه كان أميرا على المدينة، فأدخلها بأمر الحاكم. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل تجوز زيارة قبور الصالحين بقصد الزيارة لا لقصد العبادة كبعض العلماء يقول؟ لا، ما يزار إلا لأجل السلام عليه والدعاء له، لأجل السلام عليه والدعاء له، لهذا القصد. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم من يطوف بقبر الحسين؟ يقول: وهل يعذرون بجهلهم خصوصا أنهم يقلدون آباءهم؟ يعني يقلدون آباءهم ويتركون القرآن، لماذا لم يدرسوا القرآن ويتعلموا القرآن الذي أنزله الله لهدايتهم تبصيرهم، يروحون يقلدون الجهلة أو المشركين؟ نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. كتاب أنزلناه إليك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: سمعت من يقول أن كلام الله منزل غير مخلوق، ولهذا فلا يجوز الاستعاذة به. يقول: سمعت من يقول أن كلام الله منزل غير مخلوق. هذا ما هو بقوله، هذا هو الحق، أن كلام الله منزل من الله غير مخلوق. نعم، القرآن غير مخلوق بل هو كلام الله جل وعلا. نعم. يقول: فلهذا لا يجوز الاستعاذة به. استعاذة بالقرآن ما يجوز الاستعاذة بالقرآن، تستعيذ بالله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. الله جل وعلا يقول: فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: في بلدنا افتتح بعض المسلمين مطعما بجوار قبر يقول يزوره الناس، فقام بتسمية المطعم على اسم القبر، فهل فعله جائز؟ تسمية باسم القبر اسم لا يجوز، لا يجوز للمسلم أن يذهب إلى هذا المطعم، لا يجوز، تحاذروا من الذهاب إلى هذا المطعم، لأن هذا مباء للشرك، دعوة إلى الشرك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل تكفير المشركين بأعيانهم هي من أصول المسائل من أصول الدين، فمن لم يكفر المشرك بعينه ألحق به؟ إيش؟ يقول: هل تكفير المشركين بأعيانهم من أصول الدين، فمن لم يكفر المشرك بعينه ألحق به؟ نعم، من أشرك بالله أو دعا غير الله فإننا نكفره، ولكن نطلب منه أن يتوب إلى الله ويترك هذا الشيء ويدرس العقيدة الصحيحة، نأمره بذلك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: أحيانا نقرأ في تراجم بعض أهل العلم أن قبره ترياق مجرب، يقول أن الدعاء عند قبره. هذا كلام باطل، ترياق المجرب بكلام الله وسنة رسوله لا بالقبور. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل معنى المساجد في قوله وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا المقصود موضع السجود؟ قيل المراد الأعضاء السبعة التي يسجد عليها المسلم، وقيل المراد المساجد المعروفة، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، فأضافها إلى نفسه، أضاف هذه المساجد إلى نفسه سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم قول القائل إذا أراد حث إنسان على عمل ما قال يقول ما حكم قول القائل إذا أراد حث إنسان على عمل ما أن يقول له أستحلفك بالله والرسول أن تفعل كذا وكذا؟ والرسول، رسول لا يستحلف به، من حلف بغير الله، الحديث الصحيح، من حلف بغير الله قد كفر أو أشرك،
لا يحلف بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا بغيره. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: المأذون الشرعي يقول المأذون الشرعي عندهم في بلدهم يقول صوفي يحضر الموالد ويذهب إلى البدوي ويقدم الذبائح هناك. إيش تقول؟ يقول المأذون الشرعي، المأذون نعم الذي يعقد الأنكحة يعني. نعم. إيه؟ يقول عندهم صوفي يحضر الموالد ويذهب إلى البدوي ويقدم الذبائح هناك، فهل يجوز أن أعقد عنده الزواج؟ انصحوا عن هذا الشخص الذي هذا فعله، لا يصادقه ولا يقربه إليه، فإن امتثل فالحمد لله، وإلا ابتعدوا عنه واعقدوا عند المأذونين الطيبين. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: في قريتي مسجد واحد للتيجانية، يقول ويفعلون بدعهم في هذا المسجد، يقول فهل إذا صليت في بيتي مع أسرتي فيه محظور؟ شف أحد من جيرانك وإخوانك حطوا لكم مصلى صلوا فيه، وإذا لم يكن عندك أحد فصلي في بيتك مع أولادك ومع أهلك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز قراءة منظومة البردة للرد عليها؟ ما يجوز الاعتناء بها، ولا ما يجوز هذا، لأنها كما تعلمون أسلوبها ونظمها جيد في من جهة اللغة، وربما تغري من طالعها أو يبتعد عنها غاية البعد. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: الذين كانوا يقولون ما شاء الله وشاء فلان حتى جعلوا النبي صلى الله عليه وسلم ينهاهم عن ذلك، ماذا كان مقصودهم؟ الجمع بين الله والعبد في المشيئة، أن العبد شريك لله في المشيئة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: عند قول المصنف رحمه الله تعالى عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك، قال الشارح رحمه الله: قد تقدم الفرق بين ما يجوز وبين ما لا يجوز من ذلك، وهذا إنما هو في الحي الحاضر الذي له قدرة وسبب في الشيء. ما معنى هذه العبارات؟ إذا كان عنده قدرة، إذا كان عنده قدرة على تحقيق ما تطلبه منه، فإنك تطلبه من الله ثم من هذا المخلوق، تجعل ثم أرجو من الله ثم منك، تعطيني كذا، أن تفعل كذا، مما يقدر عليه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: يقول بعضهم أن منظومة البوصيري قصد فيها الشفاعة الكبرى للنبي صلى الله عليه وسلم، ويقول أن هذا من البلاغة. نعم، قالوا مدحوها ودافعوا عنها، لكن كله باطل ما قالوه، هي واضحة جلية. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، أو هو كفر دون كفر، ما معنى كلامي هذا؟ نعم، من يحكم بما ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، إذا تعمد هذا، أما إذا اجتهد وأخطأ في الحكم فهذا معذور. وفي الحديث: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، من القاضي الذي عرف الحق وحكم بغيره هذا في النار، القاضي الذي عرف الحق
وحكم بغيره لطمع دنيوي، ما هو قصده يعني قصده الكفر أو الشرك، إنما لطمع دنيوي، هذا أيضا في النار. الذي عرف الحق، القاضي الذي عرف الحق وحكم به، هذا في الجنة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل تترك أشعار البوصيري كاملة أم يترك ما غلا فيه؟ وش تبيبها كلها؟ اتركها، من حام حول الحمى وقع فيه، اترك البوصيري هو قصيدته. نعم، ما عندك ما من أشعار العرب وأشعار الحكماء وأسعار أهل التوحيد ما يكفيك؟ نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: في بلدهم بعض الناس يدعون القبور ويستغيثون بها، يقول: هل أعاملهم معاملة المشركين؟ نعم، بينوا لهم، ربما أنهم جهال، بينوا لهم، فإذا أصروا واستمروا فهم مشركون، تعاملونهم معاملة المشركين لأنهم بين لهم فلم يقبلوا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يؤجر الإنسان بزيارة قبر والديه بين الحين والآخر؟ نعم، إذا زارهم للدعاء لهم هذا من البر، من البر بوالديه، زارهم ليسلم عليهم ويدعو لهم، هذا من البر بوالديه، فيؤجر عليه. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز طلب مسامحة الميت؟ نعم، يقول: هل يجوز طلب مسامحة الميت؟ شيخ يطلب منين؟ من الميت؟ يطلب من الميت أن يسامحه؟ هذا لا يجوز، الميت لا يطلب منه شيء، ميت، وما أنت بمسمع من في القبور، لا يطلب من الميت شيء، إنما يدعى له، يدعى له ويتصدق عنه إذا كان مسلما. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل هناك فرق بين الشرك وبين الكفر؟ الكفر جحود، الكافر جاحد للرب سبحانه وتعالى، وأما المشرك فهو معترف بالرب لكن يشرك معه غيره. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: في ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعوذ بكلمات الله التامة، فاستعاذ بكلمات الله، وفي قوله تعالى: فاستعذ بالله، فكيف نوفق بين كلمات الله من صفاته سبحانه، فأنت تستعين بالله وبأسمائه وصفاته. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما وجه الاستثناء في القسم لعمرك ولعمري إن كان جائزا؟ ما هو قصدها الحلف، هذا أسلوب عربي، ما هو قصدها الحلف. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يدخل في النذر المحرم من نذر شيئا لحي، كأن يقول: لكم علي إن أنا توظفت أن أذبح لكم كذا؟ يقول: هل يدخل في النذر المحرم؟ هذا ما هو نذر، هذا وعد، لكم علي أن يذبح لكم كذا وكذا، هذا وعد ما هو نذر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يشرع كثرة الحلف أم يترك الحلف، يقول، في الأمور العظيمة فقط؟ ما يكثر من الحلف، ولا تطع كل حلاف مهين، يعني كثير الحلف، لا تطع اللي دائما جعل الله بضاعته، الحديث: لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ومنهم رجل جعل الله بضاعته لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز طلب الدعاء من الآخرين؟ نعم،
طيب، طلب الدعاء من الآخرين الصالحين طيب، نعم، تقول ادعو الله لي بكذا وكذا طيب، نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: في قوله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، هل في الآية دليل على أن الكتب السماوية الأخرى نزلت على الأنبياء جملة واحدة؟ والله ما ندري عنها، ما ندري عنها. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل صح عن الشافعي رحمه الله أنه قال: لو كان العذر بالجهل في كل شيء لكان الجهل خيرا من العلم؟ ما أعرف هذا، أنا ما أعرف هذا عن الشافعي، نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: بعض الناس لا يكفر اليهود والنصارى ولا يرى أنهم كذلك إن ماتوا على ذلك ولا أنهم يدخلون النار، بحجة أن الإسلام لم يبلغهم وإن بلغهم فبصورة مشوهة. هذا كلام باطل. القرآن بلغ المشارق والمغارب، والصلاة في المسجد الحرام تذاع الآن على العالم كل وقت، ويشوفون اللي يصلون ويشوفون كيفية الصلاة ويشوفون، فيعني بلغت الحجة، نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم تأخير صلاة الظهر والجمعة إلى ما قبل صلاة العصر بقليل لتمكين سكان الريف من الاجتماع للصلاتين؟ صلوا مع المسلمين، صلوا مع المسلمين ولا تتأخروا عنهم، نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم قول المكرم فلان؟ يقول: وهل يقول ما حكم قول المكرم فلان؟ هل يعد من التزكية؟ هل يعد؟ ما حكم قول المكرم فلان؟ إيه؟ هل يعد من التزكية؟ لا، مكرم، أنت ما تكرم أخاك، ما تكرم أهل العلم، ما تكرم ولاة الأمور. الناس لهم أقدارهم، لهم مكاناتهم، نعم. قال صلى الله عليه وسلم: أنزلوا الناس منازلهم، نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: امرأة لها ثلاثة أبناء، لها ثلاثة أبناء. إيش؟ أبناء. إيه صرح. أنجبتهم في فترة متتالية، في فترات متتالية، ثم قامت بعمل وسيلة لمنع الحمل، واستمرت 9 سنوات، ثم أرادت أن تنجب ولم يرزقها الله. يقول: هل تأثم لأنها منعت الحمل؟ إذا كان منعها الحمل لعذر شرعي فلا تؤاخذ، أما إذا كان لغير عذر شرعي فلا يجوز لها ذلك، نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: مع انتشار المنكرات، هل الواجب هو الإنكار العلني أم يكفي الإنكار بالقلب؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن هذا فقال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وهذا لأصحاب السلطة، فإن لم يستطع فبلسانه، وهذا لأهل العلم الذين ليس لهم سلطة، فمن لم يستطع فبقلبه، اللي ما عنده سلطة ولا عنده علم ينكر المنكر بقلبه ويبتعد عن مكان المنكر ولا يخالط أهله، نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: رجل مريض ولا يستطيع خدمة نفسه، وتنظفه ابنته وتكشف عورته، يقول: فهل يجوز مثل هذا؟ يجوز للضرورة، لا بأس بذلك، لكن تجعل على يدها حائل، لا تمس شرجة مباشرة، تحط حائل على يدها، كيس ولا شيء، نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. وأيضا تغطي فرجه وتدخل يدها من تحت الساتر،
تنظفوه تغسله من تحت الساتر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم قول ليس تدريس كتاب التوحيد بأولى من تدريس صحيح البخاري؟ كلهن يا أخي، درسهن كلهن، ما يتعارض، الحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: بعض الناس يخلط ماء زمزم بماء عادي. يقول بعض الناس يخلط ماء زمزم بماء عادي. نعم. ويقولون هذا الماء كله أصبح زمزم. لا لا، هذا غش للناس، ما هو كله من زمزم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز لي أن أجمع بين المعوذات التي في أذكار الصباح وبين المعوذات التي بعد صلاة الفجر؟ إيه؟ يقول: أجمع بين المعوذات التي في أذكار الصباح وبين المعوذات التي بعد صلاة الفجر. معوذات يا أخي هي السور الثلاث: أعوذ برب، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، هذه المعوذات. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: يقول جدتي كانت لا تصلي تهاونا وكسلا، ولكنها كانت تؤمن بالله ورسوله، فهل يجوز لي أن أترحم عليها وأن أعتمر عنها؟ لا، الذي لا يصلي وعنده عقله وتفكيره يترك الصلاة هذا ليس بمسلم، ليس بمسلم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، صلى الله عليه وسلم: فمن تركها، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: صليت الفجر قبل الأذان بربع ساعة في المطار، ثم صعدت الطائرة لأن الإقلاع قبل، يقول قبل صلاة الفجر. ما يجوز هذا، تعيد الصلاة يا أخي، صليت قبل الوقت، إذا جاء الوقت صل وانت في الطائرة، إذا دخل الوقت صل وانت في الطائرة، فيها أمكنة للصلاة، وإذا لم تجد مكانا صل وانت على وانت في كرسيك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أسلم أبوه. يقول: أسلم أبوه. نعم. ويريد أن يحتفل بعيد ميلاده 70 كما هي عادة قومه، يقول: وهل نجوز أن نعينه على ذلك علما؟ لا لا، انصحوه، قل هذا ما يجوز، قل له هذا ما يجوز ولا الغسل، انصحوه في هذا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل بول ما يؤكل لحمه طاهر أم نجس؟ طاهر، ما يؤكل لحمه فبوله طاهر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل من مواطن استجابة الدعاء وقت المطر، وقت نزول المطر؟ نعم، من مواطن قبول الدعاء عند نزول المطر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: وهل إذا نزل، يقول: وإذا نزل المطر وأنا داخل البيت أو داخل السيارة وأردت أن أعرض جسمي للمطر، يقول: هل يجب ذلك؟ أي نعم، كان صلى الله عليه وسلم يخرج إلى المطر ويتركه ينزل على جسمه الشريف، على رأسه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول، ويقول: إنه حديث عهد بربه، يقول إنه يعني المطر حديث عهد بربه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل تنصحون بقراءة كتاب البخاري خلق أفعال العباد؟ يقول: كتاب البخاري، هل تنصحون بقراءته اللي هو خلق أفعال العباد؟ خلق أفعال العباد، هذا إيش تقول؟ يقول: هل تنصحون بقراءة كتاب الإمام البخاري رحمه الله خلق أفعال العباد؟ اي نعم، لكن ما تقرأه وحدك، تقرأه على عالم من العلماء يشرحه لك. نعم.
وإلا على الأقل اطالع شرحه في فتح الباري وغيره. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.